في المهرجان الدولي الخامس للتمور في سيوة شاركت بقوة جمعية هي لتنمية وتطوير الصادرات البستانية، ودي دورها عظيم في تقديم الدعم الفني والإرشاد للمزارع. وأشهر قصص نجاحها في العنب المصري اللي نجحت في الوصول بصادراته ل 140 ألف طن وكانت ما بتعديش 5000 طن لغاية سنة 1998. تعالوا نقابل المهندس محسن البلتاجي رئيس جمعية هي لتنمية وتطوير صادرات الحاصلات البستانية عشان نفهم خطة الجمعية في النهوض بمحصول التمور. أرقام حفظناها، احنا بننتج 1.7 مليون طن من التمور، صادراتنا لا تتجاوز 44-45 ألف طن من التمور. في دول تانية ما عندهاش ربع النخل بتاعنا وكامل الانتاج بيتصدر. ليه؟ أكبر مشكلة عندنا في التمور إن عندك انتاج كتير جدا لكن نسبة التصدير واطية جدا. تمام، ده اللي الجمعية بتحاول تعمله دلوقتي، إن احنا بنرشد المزارعين أني مكان يتزرع في أصناف معينة عشان تنتج التمور، مش أي صنف بينفع في أي منطقة. بنؤكد على الأصناف الجديدة، بنرشد المزارعين إلى الطرق الحديثة في الزراعة وفي البوست هارفست، لأن مش معاملات مع بعد الحصاد. تمام، مش معقول إن احنا الانتاج الكبير ده وبنصدر كمية قليلة. أنا مش هبص لورا، هبص لقدام، بنقل خبرات، بجيب خبرة من أنحاء العالم اللي ذكرتها في مراكز البحوث الزراعية بشركهم ويانا. في النهاية عايزين نوصل لنسبة تصدير ننافس بيها العالم، زي اللي حصل في العنب والتطور اللي حصل في العنب. ويمكن أنت عارف شركة جمعية هي من الرائدين لتطوير صناعة، أنا ما بقولش صناعة كمان، للعنب. 96 كان عندك 5000 طن، النهاردة بتصدر 130 و140 ألف طن. صحيح، وجودة عالية. حضرتك شايف أن التصور ممكن نعمل إيه؟ يعني ممكن نوصل لإيه؟ إحنا النهاردة بنصدر 44-45 ألف طن وعندنا خطة رئيس الجمهورية حاططها بتقول يا جماعة لو سمحتوا ساعدوني عايزين نوصل ل 100 مليار دولار صادرات. التمور ممكن تساعد في الخطة دي؟ التمور يعني ممكن توصل ل 100 ألف طن مثلا؟ ممكن طبعا، إيه الإشكال؟ بس تزع مظبوط، تزع أصنافك اللي مطلوبة تسويقيا. ولذلك إحنا بنعمل الدراسات دي ليه؟ أنا عشان أعرف أسوق مظبوط، ده الأساس في الموضوع ده. وأنت عشان توصل لمية مليار صادرات، لا ده موضوع تاني خالص. تمام، عايز نتكلم في النقل سواء الطيران أو النقل البحري. ما عندناش أسطول تجاري بحري سريع زينا زي البلاد المجاورة لنا، سواء المغرب إسرائيل، كل البلاد دي عندها بتملك زمام أمرها في النقل البحري. احنا اللي بيعرقنا ان احنا بنطلع الفريش بيقعد بال 15 يوم، في غيرك بيطلعه في 5-6 ايام. فانت بتطلع منافس في الملف ده تحديدا مع وزاره التجاره، مش كانت وزاره التجاره اللي حلها قبل كده ايام المهندس رشيد لما جابوا المركب السريع من مصر لايطاليا؟ بنقعد مع وزاره التجاره، بنقعد مع جميع الهيئات في هذا الموضوع وبيدرس، وبقالنا دلوقتي مده كبيره يعني. كل ده عشان مركب سريع؟ مركب عشان تضاعف صادراتنا؟ عشان تضاعف صادراتنا. يعني مركب سريع محتاجه قرار مين؟ هل رئيس الجمهوريه؟ يا ريت. مش حضرتك احد المسؤولين؟ طبعا. طيب ما تقول لي احنا دلوقتي محتاجين مركب سريع عشان صادراتنا. بنناشد السيده الرئيس في هذا الموضوع، محتاجين مركبين سرعة لنقل الصادرات المصرية، هيساعد كتير جدا. قول لي هيساعد ازاي؟ لا اشرح لك. انت هتطلع من سوق مثلا زي الفاصوليا الخضر، تمام، سنة 2-3 انت هتكون برا السوق لانك بتطلع بالطيارات، غالي جدا. صحيح، غيرك بيشتغل السنغال والمغرب وكل دول بيشتغلوا بالمراكب. فانت لازم تحافظ على صادراتك عشان تزودها، عايزة خطوات وخطوات سريعة، لانك كل يوم بتتأخر انت خارج المنافسة. طيب بالنسبة لسيوة هنقدر نعمل ايه ل 800 ألف نخلة مزروعة في المكان ده؟ سيوة من أقدم تمور اللي بتتصدر في مصر، وكل العملية عايزة تطوير، عايزة تطوير في الأصناف، عايزة تطوير في سبل الزراعة. انت شفت بلحة من التمرة من تمرة، فرق تغذية، فرق معاملات على النخلة نفسها، كل ده اتبع الأسلوب العلمي في النهاية تنجح.